الحقيقة هيبقى عن حركة تغييرات داخل الداخلية بشكل عنيف كما ذكر. احنا ما نعرفش، لكن اتقال ان حركة تغييرات في الامن الوطني، حتى حصلت حركة تغييرات شنيعة جدا، فادحة جدا داخل الداخلية نفسها، والمبرر انهم يدفعوا بدماء جديدة للداخلية خاصة في الامن الوطني. هنشوف، خلينا نعدي اللي بعدها. بس انا قبل ما اعدي دي علي، معلش، حركة تغييرات دي، يعني رجل الشرطة ده مسكين قوي. حركة التغييرات لما قعدت أقرأها النهاردة فيها ناس من الأمن الوطني كتير، فيها رئيس الجهاز نفسه، فيها حاجات كده، قعدت أقول أهو ده قاعد يخدم ويعذب في ناس ويخوزق في ناس ويعتدي على ستات ويغتصب بنات، خد إيه؟ خد إيه؟ مع السلامة، مش ركن بالبيجامة، في بعضهم بالبيجامة وبعضهم راحت التانية. فالسؤال بقى، أنت بتخدم مين بقى؟ يعني انت لما يجي لك امر بانك انت تغتصب ست او بنت او تقلعها او تهينها او تغتصب راجل او تعذبه او اي حاجة يعني، او تقعد تعمل محضر ملفق ياخد بيه واحد اعدام والمحكمة تاخد بيه طبعا ويروح يتعدم زي 9 شباب الابرياء اللي احنا شفناهم دول، السؤال بقى للضابط اللي عمل كده بعدين بتعمل ايه؟ يعني عارف النظام بيعمل لك ايه؟ ولا حاجة. اسأل فؤاد بيه علام. فؤاد بيه علام قاعد يعذب في الاخوان المسلمين والشيوعيين، وفي الاخر هو قاعد مرمي بيعملها على روحه. مفيش حاجه يا ابني باقيه. ما تخدمش قوي كده نظام في الاخر هيرميك. اسال شعراوي جمعه وزير الداخليه الرهيب في عصر عبد الناصر، اسال صلاح نصر مدير جهاز المخابرات المرعب في عصر عبد الناصر، اسالهم عملوا، اسال ممدوح سالم، اسال زكي بدر، اسال بتاع العزب موسى ده ولا اسمه العرب موسى، اسأل كل وزير داخلية جه، محمد إبراهيم ومحمد وجدي وغيرهم، محمود وجدي، عملوا إيه؟ في الآخر بيجي يخدم ويعمل نفسه خيشة ويعذب ويخوزق ويقبض على ناس ويشتت بيوت ويرمل ستات، وبعدين في الآخر يتقال له مع السلامة، اقعد أنت في غيرك. بيفكروني ضباط الداخلية بصراحة يعني بفيلم عن رائعة ثروة أباظة. اسم الفيلم ده غالبا لو أنا مش ذاكرتي يعني مش هتسعفني، لكن كان اسمه شيء في صدري. فيلم رائع جدا بالمناسبه، بحبه جدا الفيلم ده. شيء في صدري بطوله رشدي اباظه وماجده الخطيب وشكري سرحان، او صوت حضور خاص لشكري سرحان يعني، وهدى سلطان وصلاح منصور الرائع المبدع. في الفيلم ده صلاح منصور بيلعب دور شخص اسمه عبد العظيم. عبد العظيم ده مكلف بكل المهام القذرة للباشا اللي كان بيلعب الدور بتاعه الفنان رشدي أباظة. أي حاجة قذرة عايز يعملها رشدي أباظة يقول له عبد العظيم اعمل كذا، يقول له حاضر يا باشا، حاضر يا باشا، لحد ما عجبته بنوتة صغيرة بنت هدى سلطان، عجبت رشدي أباظة، بس البنوتة دي بتحب واحد تاني شاب صغير في سنها، وبعدين دخل بقى رشدي عايزها، فقال له عبد العظيم اشتغل، فعبد العظيم رمى حجارة على الولد ده، والولد بقى أصيب وحاجات كده واتدهور يعني. فرشدي أباظة بمنتهى السهولة قال له يظهر انك انت كبرت وخرفت يا عبد العظيم، شغلك بقى زي الأول. مع ان عبد العظيم ده اشتغل له قواد واشتغل له قاتل واشتغل له كل حاجة، بس في لحظة كده رشدي أباظة استغنى عنه، قال له مع السلامة يا عبد العظيم، انت كبرت وخرفت. لما ترجع تشوف فيلم شيء في صدري ابقى شوف المشهد ده وشوف عظمة أداء صلاح منصور وهو بيعمل دور واحد أمله خاب. أنا عملت لك كل حاجة، جاي دلوقتي تقول لي أنا كبرت. ضابط الشرطة بتاع الأمن الوطني بيفكرني بعبد العظيم ده بالظبط. بعد ما يخدم قوي ويشتغل كل حاجة قوي، النظام يقول له عبد العظيم أنت كبرت وخرفت، مع السلامة. وده اللي اتقال لهم النهاردة.